سلبية تسمح بإعلان طريقة لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المستدام. مختلف الإدارات مع إخطارات هيئة وسيط الجمهورية والتكفل بانشغالات المواطنين. بعد انشغالات المواطن المدونة في ردود سلبية تسمح بإعلام المواطن بين القطاعات مهم جدا، وهذا لن يتأتى إذا ما قطاعاتهم وفي جلسة اليوم يحضر مع الجهود التي تقوم بها الخدمة العمومية لديها ومدى التحسن. إن قناعة السيد رئيس الجمهورية راسخة بأن بناء الدولة الحديثة يستوجب إدارة عمومية عصرية و تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها، ولن تتحقق الإدارة العصرية إلا بتحسين الخدمة العمومية التي قطعت أشواطا مهمة خاصة مع الحركية التي تعرفها مختلف القطاعات في مسار الرقمنة. هذا المجال ونظرا لأهميته في تحسين التكفل بانشغالات المواطنين كان موضوع الجلسة الحوارية التي عرفت نقاشا ثرياً بين الخبراء والمسيرين العموميين، وكذا تدخل بعض الأساتذة الأجلاء، حيث كانت الخلاصة أن التحديات التي نواجهها اليوم تختلف عن ما كان يواجهه العالم خلال السنوات الماضية، وأن المستقبل يتطلب قدرات التجديد والمهارات الرقمية وترسيخ ثقافة العمل المبني على الابتكار والإبداع. منذ سنة 2020 إلى غاية 2023 تم تسجيل ما يقارب 200 ألف عريضة مستلمة من طرف هيئة وسيط الجمهورية على المستوى المحلي والمركزي. كما ذكرنا أيضا بأن نسبة الرد التي كانت تقدر سنة 2020 ب 36% أصبحت تقدر في نهاية شهر ماي 2024 90%.